إعدادنا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من أروقة الحرمين، نقدم لكم فيه أسرار الأعمال الميدانية والخدمات المقدمة لضيوف الرحمن من المسجد الحرام. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. يوم فتح مكة حينما دخل عليه الصلاة والسلام مع أصحابه الكعبة المشرفة. قام بغسلها تطهيرا لها معنويا وحسيا. وسار على هذه السنه النبويه الصحابه رضوان الله عليهم والائمه والخلفاء والولاه عبر التاريخ فلا تزال الكعبه المشرفه والمسجد الحرام عموم محل عنايتهم واهتمامهم ان غسل الكعبه المشرفه لهو مشهد مهيب ومناسبه دينيه عظيمه ولحظه تاريخيه يتم من خلالها غسل الكعبه من داخلها وتدليك جدرانها بقطع القماش المبللة بماء زمزم الممزوج بدهن العود والورد فيتضوع الشذا ويتمضخ الندى في لحظات إيمانية عظيمة لها أثر في النفوس خالدة ومنافع للمسلمين باقية دينا ودنيا. يتم تنظيف وتعقيم سطح الكعبة المشرفة من أثر هطول الأمطار وهبوب الرياح المحمله بذرات الغبار وتستخدم لهذا الاجراء اليات حديثه ويلي ذلك العنايه بالثوب وتنظيفه من خلال اقمشه قطنيه ومكانس خاصه ذات اطراف ناعمه لتنظيفه من الاتربه والعوالق التي تنتج عن فضلات حمام الحرم وحركه المشاريع المحيطه بالمسجد الحرام وعمليه ازال النمش من على ثوب الكعبه المشرفه وتنظيفه بشكل مستمر من اي عوالق تشوبه وخياطته عند حصول فتق بسبب احتكاك الطائفين به والجدير بالذكر ان هناك برنامجا ثابتا يتم العمل به من خلال اجراء عمليه صيانه وتنظيف شامل لثوب الكعبه المشرفه بواقع مره واحده اسبوعيا ويعد غسيل باب الكعبه من اعظم واشرف الاعمال التي تقوم بها الرئاسه بشكل دوري والحرص على ابقائه بابهى صوره واجملها كما يتم غسيل باب الكعبه بماء زمزم الممزوج بماء الورد ومسحه بقطع من القماش المبلله بهذا الماء وتواصل الرئاسه اعمال تطيب الحجر الاسود والملتزم بافخر انواع الطيب وازكاه واعبقه وذلك بشكل دوري لتنظيفه من كل ما يمكن ان يؤثر على رونقه ونظافته وتعد هذه الاعمال الجليله في الكعبه المشرفه امتدادا لعنايه الدوله ايدها الله الفائقه ورعايتها المتميزه للحرمين الشريفين وللكعبه المشرفه ولخدمه قاصديهما حتى يرث الله الارض ومن عليها بعد أن شاهدنا أحد المهام اليومية مشاهدينا الكرام، دعونا نخبركم أن المسجد الحرام كان وما زال جامعة للعلوم الشرعية ومقصدا لطلبة العلم، في التقرير التالي جولة بين أروقة المسجد الحرام. حين نتحدث عن المسجد بمعناه الحقيقي، الذي يتعلم فيه المسلم أمور دينه ودنياه، فإننا نتحدث عن المسجد الحرام، ونتحدث عن المكتبة الخاصة بالمسجد الحرام، والتي تعتبر من أهم المكتبات بالعالم الإسلامي. والتي قد هيئت للحجاج والزوار والمعتمرين. تشهد مكتبه المسجد الحرام الواقعه في الدور الثاني من باب الملك فهد بن عبد العزيز رحمه الله تزايدا في عدد المطالعين والرواد، وقامت باعاده ترتيب المكتبه بعد الانتهاء من تنظيف الفرش وتطييبه وتعقيمه، وذلك لاستيعاب الاعداد المتزايده من الزوار، وقد بلغ عدد زوار شهر رمضان الى تاريخه 17947 زائرا. وبلغ عدد عمليات البحث عن كتب 61,875 عملية، وبلغ عدد مستخدمي المكتبة الإلكترونية 45,216 مستخدما. وبالتعاون بين المكتبة وإدارة النظافة والفرش بادرت بإعادة ترتيب طاولات المكتبة بعد الانتهاء من تنظيف الفرش وتطييبه وتعقيمه، حيث يزيد إقبال الرواد على المكتبة من طلاب العلم والمعتمرين والزوار. وياتي ذلك انطلاقا من توجيهات ولاة الامر حفظهم الله بتقديم ارقى الخدمات بالحرمين الشريفين ولقاصديهما. وبإشراف من معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس. ومتابعة من معالي نائب الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور محمد بن ناصر الخزيم ضمن اسس التعاون البناء والتكاتف الفعال بين ادارات الرئاسه العامه لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي احتضنت مكتبه المسجد الحرام طلاب الكليه ومعهد الحرم المكي الشريف تحتفي المكتبه بروادها بتطيب المكتبه بشكل يومي لتوفير الجو الهادئ والمناسب للمطالعين والقراء يصل عدد عناوين الكتب بالمكتبه الى اكثر من مائه الف عنوان ويبلغ عدد المخطوطات النادره في مكتبه الحرم المكي الشريف خمسه الاف وخمسمائه مخطوطه اصليه يظل الكتاب يتمتع بمكانته المتميزه باعتباره احد القنوات الهامه للعلم والمعلومات ولا يمكن الاستغناء عنه بعد ان تعرفنا على جهود المكتبه مشاهدينا الكرام وابرز الخدمات التي تقدمها لضيوف الرحمن من طلبه العلم، دعونا نعرفكم عن موقع المكتبه داخل المسجد الحرام. يقصد الحرمين الشريفين العديد من طلبه العلم الشرعي للاستفاده من العلوم الشرعيه. لذلك وفرت الرئاسه مكتبه المسجد الحرام التي تقع في باب الملك فهد بالدور الثاني والتي تعمل على مدار الساعه في موسم الحج. كما خصص يوم السبت والخميس للنساء من الساعه الرابعه عصرا حتى الساعه الثامنه مساء وفي المسجد النبوي تقع المكتبه في السطح الغربي الشمالي من التوسعه السعوديه الثانيه يكون الوصول لها عبر باب عشره تعمل من الساعه السادسه صباحا حتى الساعه العاشره وثلاثين دقيقه مساء مكتبة المسجد الحرام مكتبة أنشأها معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس جزاه الله خيرا وجعلها في ميزان حسناته وقد وقد افتتحها أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله والمكتبة تقع في باب الملك فهد الدور الثاني والله الحمد المكتبة من حيث التاريخ هي حديثة الإنشاء لكنها من حيث الكتب فهي وافرة الكتب فيوجد في أرفف المكتبة أكثر من ألف وسبعمائة كتاب أي بما يعادل عشرة آلاف مجلد تقريبا كما يوجد في المكتبة مكتبة خاصة باللغات فيها أكثر من 37 وثلاثين لغة وتقدم المكتبة كذلك خدمات لذوي الاحتياجات الخاصة منها ما يكون من الكتب على طريقة برايل وكذلك طابعة تطبع على طريقة برايل للمكفوفين كما تحوي المكتبة ولله الحمد مكتبة إلكترونية ضخمة جدا فيها أكثر من وعشرين ألف عنوان وهذه المكتبة بهذا الكم هي كافية للباحث من حيث الاستفادة الإلكترونية والاستفادة العلمية وتفتح المكتبة في موسم الحج طيلة أيام الحج على 24 ساعة لا تغلق المكتبة فيها أبدا بواقع يومين للنساء وبقية الأيام للرجال وأيام النساء هي يومي الخميس والسبت من بعد صلاة العصر إلى صلاة العشاء هنا في المسجد الحرام انطلقت رساله المصطفى صلى الله عليه وسلم الى الافاق وستظل حتى قيام الساعه واهتمام الرئاسه العامه لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي يزداد يوما بعد يوم تالقا وتميزا. جوله جديده في حلقه قادمه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.